السلام عليكم. درس في العراق وتخرج من الكلية الحربية وخدم في الجيش أكثر من 35 سنة، وترقى في الرتب العسكرية حتى وصل لرتبة عقيد، وحين سقطت الدولة في يد ميليشيا الحوثي وجد نفسه بلا مرتب، والحوثيون يأمرونه بالانخراط في جبهات القتال إلى جوارهم ليحصل على راتبه. قصة العقيد بشير المقطري يحكيها في الفيلم التالي، نتابع ثم نعود. عايش في الحديدة تقريبا حدود 30 إلى 35 سنة، وانتقلت هنا بعد ما شفت الوضع انهم دخلونا هنا بالحرب بطريقة غصبا عن الشخص نفسه. عقيد في القوات البحرية، القاعدة البحرية في المراقبة والإنذار في الحديدة. يعتبر كنت نائب قائد الإنذار والمراقبة، يعني وضع يعتبرها متوسط، بس لك احترامك داخل المعسكر، لك كلمتك، لك ما شاء الله بحكم تخصصك، يعني مجال عسكري في مجالك لا اقل ولا اكثر، يعني موظف حكومي في نفس الوقت في معيار القطاع الخاص على انه يدعم تحسين الوطن. بس تقريبا بدايه الحرب هي تقريبا 3 سنوات، بدا الراتب بيجي نص نص، وعلى 6 شهور او في المناسبات في فترة العيد تحصل يسلمك نص راتب، غيره يعتبر ما فيش أي دخل آخر، والحمد لله عايشين. البداية اسمه كان في لجان ترقيم أو لجان في نفس الحديدة، اللي يشتري راتبه يطلع فوق الطاق الفلاني، يعني قلنا طلعنا يعني شوية في مجموعة تحركنا على طول، ولا نحن دارين لا فين ولا حاجة، أخذنا نحن خط الصليف العرق منطقة هناك، على اساس انه يعني عسكر اجباري او مشاركه غصبا على الشخص. الحمد لله تسهلت معي انا بخروجي 3 أيام و4 أيام، انا جالس هناك وضع مضني الى ابعد درجه، طبعا يعني قدرت اخرج استاذن على اساس ملابس، على اساس ابلغ البيت، على اساس يعني ضايع ما هم دارين عايش او ميت او 4 أيام مش بسيط، وحتى انا مسوي التلفون ما قدرتش اتواصل. تحركت لهنا طبعا، سيبت عفشي بيتي من الالف الى الياء. ثورة 2011 مشارك وعضو بارز ولي بصماتي ولي في الموضوع، يعني باقي على الحوثي حكاية ملة ودين، وخاصة انا بحكم دراستي في العراق داري بموضوع الشيعة، ومن ناحية صلاة وطريقة، من ناحية صب صحابة، ومش نزوح يعتبر كان الوضع هذا شبه مستدب، او بس بحكم قلت لك المشاركه، على اساس انهم ما يدخلوناش ب انه يوسخ او يلطخ يده بدم. انزعبتوا فعلا، ما اعتقد اذا كان نفس المعسكر اللي كنت فيه بحدود 200 أو 300 واحد، اليوم الاول اليوم الثاني كل واحد مش قادر يتكلم بكلمة على أساس ما هوش داري بانتماء الطرف الآخر أو كذا، وما قرد اليوم الرابع أشوف الكل 90% أو 95% ضد الحوثي، أو في من تعز، في من أبو، في من صنعاء، في من في أكثر من الراتب طبعا أساسي. أنا وضعي يعتبر أحسن من غيري بحكم بمشي نفسي بالمهنة الحرة من هنا من هنا الحمد لله. حاليا الدخل اذا في معي شغلات كعامل باليوميه، يعني ممكن اشتغل باليوميه 3000 ريال، اللهم لك الحمد. المعتمدين اعتمد لي على الوجبات الذي نحصلها من المعسكر، بعض الاحيان كنا 4 الكدم على شويه الفاصوليا والرز مع شويه طبيخ كيسين، ممكن اذا في يعني ما شاء الله يمشي الحال، بس اللهم لك الحمد. اخواني الوالده في زملاء، بس واحد مهما كان يكون خفيف او الحاله موجوده، صعب انه واحد يطلب من شخص او يا الله نمشي الوضع. ما شاء الله يعتبر الدعم الاساسي المنظمات، يعني نحصل حقائب غذائيه بين فتره وفتره مقرر هنا شهريا، يعني تريس المنظمه عن طريق العاقل،
يعني هذا فعلا داعم اساسي اساسي على اساس الدقيق الحاجات الاساسيه الزيت في وعود بس حتى الان ما حصلناش على اساس انه في مبلغ في 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 ما حتى الان ما التمسناش اي حاجه. انا طبعا لما نتأزم بالغاز تكون مش موجوده السيوله نضطر للخشب الحمد لله. هذا في اي بيت تقدر تقول شيء طبيعي وبحكم الوضع الاشغال ما فيش على مستوى بشكل عام. لا انا ما اتكلمش على انا اتكلم على وضع البلاد في الحرب فعلا يعتبر الشكل الطبيعي على مستوى المتوسط هذا الوضع ماشي في كل بيت. من ناحيه المنظمات جزاهم الله الف خير وما قصروش فعلا وسبحان الله حتى لو في شيء من التقصير من ناحيه العاملين عليها كعقال كهذا واعتقد انه يكون ممكن يكون خارج نطاقهم. في تقصير من ناحيه انه ما يوصلوش لكل بيت في الذي يسجلوا في الذي ما يسجلوش بس يعتبر ما شاء الله خير وبركه وجزاهم الله الف خير. اما من ناحيه السلطه المحليه وحكايه الرواتب من الرواتب اعتبر نفسي وضع واحد من عده اشخاص او عده انا برتبتي وقعدت يمكن سنه في اعرف ناس لهم سنتين في واكثر من كذا يعني مقعقعين لا راتب ومعتمدين اعتماد كلي على الراتب وهذا فعلا شيء صعب. يسيطر الحوثيون على مساحة جغرافية تضم 80% من سكان الجمهورية اليمنية ويتعاملون معهم كرهائن وكمخزون بشري لرفد الجبهات بالرجال المغلوبين على أمرهم من العسكريين حينا ومن المدنيين حينا آخر ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن المساعدات التي توفرها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المانحة يسيطر عليها الحوثيون ويحولونها إلى واحدة من وسائل إذلال السكان وإرغامهم على الانخراط في تكوينات الميليشيا المتمردة والخضوع لدورات التعبئة الأيديولوجية طوعا أو كرها. مشاهدينا الكرام لمناقشة حقوق الموظفين في الراتب وأحوال النازحين في مدينة تعز ينضم إلينا الناشط الحقوقي محمد الأحمدي عبر سكايب من اسطنبول. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك أستاذ عبد الله والمشاهدين. شاهدنا قبل قليل قصة العقيد بشير المقطري وهو عسكري نازح من الحديدة قطع الحوثيون راتبه ثم طلبوه بالانضمام لمعسكراتهم. برأيك ما هي الجرائم التي تنطوي عليها قصة كهذه؟ شكرا جزيلا لك ولقناة بلقيس. في الحقيقة هذه واحدة من حالات المواطنين الواقعين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين هي في الحقيقة انتهاك لحقوقه بموجب القانون الدولي الإنساني وانتهاك أيضا لبعض حقوقه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فمن ناحية يتطلب بموجب القانون الدولي الإنساني أن يحظى النازحون أو الهاربون من جحيم الحرب بأماكن إيواء تلبي احتياجاتهم الإنسانية وبالتالي هذه الميليشيا حرمتهم من هذا الحق. ناهيك أيضا عن مسألة الحق في العيش الكريم ويتطلب أن تكون سلطات الأمر الواقع على قدر من الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه الأشخاص أو السكان الذين يقعون تحت سلطة هذه السلطات وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم. ناهيك عن ذلك أيضا أن الميليشيا الحوثيين وهي تستخدم مختلف أشكال والأدوات لتطويع الناس وإجبارهم على القتال في صفوفها فإنها تمارس نوعا من الخداع والتضليل والاتجار بالبشر على هذا النحو من أجل الاستمرار في حروبها المدمرة على المجتمع وعلى المحيط الإقليمي وتهديد السلم والأمن الدوليين. أعتقد أنه يعني هذا جزء من السلوك الفاشي لميليشيا الحوثيين عندما تستغل حاجة الناس الهاربين من الحرب في مناطق الصراع والنزاع المسلح ومن ثم تساوم على إعطائهم رواتبهم مقابل الزج بهم في جبهات القتال. نعرف أن ميليشيا الحوثيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية وعلى واجتياح المدن عمدت إلى وضع يدها على مقدرات البلد وعلى خزينة البنك المركزي والميزانيات التشغيلية ورواتب موظفي الدولة ثم سخرت كل هذه المقدرات لخدمة حروبها على المجتمع
وتستغل حاجة الناس وفقرهم. الآن الاتساع مخيف لرقعة البطالة والفقر، والمجاعة تضرب في مناطق واسعة من البلاد، والموظفون الحكوميون سواء في السلك العسكري أو المدني هم أول الضحايا لسلوك الميليشيا الحوثية ولهذه الحرب المدمرة. نعم. تحاول المساومة على حياتهم وعلى حقوقهم في الحصول على مرتباتهم الذهاب إلى جبهات القتال للانخراط في الأعمال المسلحة لحسابها. نعم، أنت كناشط حقوقي وتتابع ما يصدر، يعني أعمال المنظمات الحقوقية واللجان الوطنية المشكلة للتحقيق، وأيضا ما يصدر عن كل هذه اللجان والمنظمات من بيانات، هل تتعامل هذه المنظمات مع مسألة قطع الرواتب كحالات انتهاك؟ في الحقيقة برغم الشغل المتزايد للعديد من المنظمات وآليات المناصرة المعنية بحقوق الإنسان في اليمن سواء على المستوى المحلي مثل يعني الشغل على من قبل وزارة حقوق الإنسان أو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أو المنظمات غير الحكومية، وبالرغم أيضا من نشاط العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، لكن للأسف الشديد هناك الكثير من الانتهاكات غير المرئية أو المسكوت عنها، مثل هذا النوع من الانتهاك وهو حرمان موظفي الدولة سواء في السلك العسكري أو المدني من حقهم في الحصول على الراتب، ولا توجد حتى الآن في الحقيقة يعني شغل يوازي. صحيح هناك بعض التقارير أشارت إلى هذه الإشكالية، لكنها لم تحدد المسؤولية عن الأطراف التي أدت إلى أو التي تحرم موظفي الدولة من حقهم في الحصول على المرتبات ليقتاتوا وأسرهم من خلال هذه المرتبات، رغم أنها لا تلبي احتياجاتهم كاملة بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور سعر العملة المحلية وقيمتها الشرائية، لكن على الأقل يفترض أن يكون هناك أيضا مزيد من التركيز على هذه المسألة باعتبار أنها أيضا جزء من العقاب الجماعي الذي تمارسه ميليشيا الحوثيين على المجتمع اليمني، لأنه لا يقتصر أثر أو ضرر هذا النوع من الانتهاك على الشخص نفسه، لكنه هؤلاء يمتد إلى عائلته وبالتالي تتضرر. نعم. ماذا بشأن إجبار الناس على التجنيد؟ كيف ينظر القانون إلى مسألة التجنيد الإجباري للمدنيين؟ أولا بالنسبة للتجنيد الإجباري أو القسري، هناك بعض الأنظمة التي تعمل بهذا الأسلوب لتعزيز قدراتها الدفاعية، لكن هذه سلطة ميليشيا غير شرعية وغير قانونية، لا تستمد أي مشروعية في وجودها على هذا النحو، فهي جماعة عنف مسلح، وبالتالي استخدامها المدنيين أو استدراج المدنيين لتجنيدهم إجباريا هو لا يختلف عن سلوك أي تنظيم متطرف أو جماعة عنف مسلح، لكن الإشكالية هو غض الطرف للأسف الشديد عن هذا السلوك من طرف كثير من الفاعلين الدوليين، ومحاولة النظر إلى هذه المسائل على أنها يعني أمرا اعتياديا أو كأنه سلوك طبيعي أو اعتيادي، بينما هذه جريمة في الحقيقة، وتعمل ميليشيا الحوثيين على تعزيز قدراتها العسكرية المسلحة غير الشرعية من خلال التجنيد الإجباري للمدنيين، وأحيانا يطال هذا التجنيد أيضا حتى الأطفال، وشاهدنا أيضا استعراضات لتجنيد النساء وفي ضمن الهياكل المسلحة للميليشيا الحوثية مما يسمى الزينبيات أو غيرها. إذن هناك إشكالية كبيرة أولا في مشروعية هذه الجماعة الميليشياوية وسلوكها في العنف، وأيضا التعبئة على الكراهية وإثارة الانقسام الطائفي والنزعات السلالية في المجتمع من خلال دورات تثقيفية لهؤلاء الأشخاص الذين يتم استدراجهم للتجنيد في صفوفها. نعم، إذن مسألة إجبار الناس على التجنيد هي مسألة مجرمة قانونا، لكن ما هو وضع العسكريين الذين تم استبعادهم في بداية الأمر من قبل الميليشيا لإحلال عناصرها، ثم يقصرون الآن على المشاركة ويرغمون بالترغيب والترهيب وباستخدام الرواتب، هؤلاء ما وضعهم؟ هل ينطبق ذات الأمر عليهم مسألة الإجبار على الانخراط في القتال؟
بالطبع هي جريمة بكل الأحوال، لا يمكن الدفع بالأشخاص للقتال مع جماعة عنف مسلح طائفي دمرت البلاد وأغرقت اليمن في أتون الحرب والصراع الدموي والمجاعة والفقر والأوبئة. لا يمكن السماح لهذه الجماعة بالتمدد على حساب يعني أرواح الضحايا ومصير السكان المدنيين والمجتمع عندما يتم استدراج هؤلاء الأشخاص والضغط عليهم للانخراط في صفوفها للقتال واستمرار دوامة العنف، بينما هؤلاء الأشخاص على حقهم، الراتب هو حق. لكنهم يقولون أنتم في الأساس تسليم رواتب سيد محمد هؤلاء الموظفين. سيد محمد، لكنهم يقولون أنتم في الأساس عسكريين فتوجهوا إلى ممارسة مهنتكم الأساسية وهي القتال لتحصلوا على الرواتب، كيف ترى هذا المنطق؟ عسكريون مع الدولة، عسكريون مع الشرعية، وليس عسكريين مع جماعة عنف ميليشياوي. هذه جماعة غير وجودا، يعني ليس لها أي صفة بتحريك القوات العسكرية واستخدام مقدرات الدولة لحروبها الطائفية والعبثية ضد المجتمع وضد المحيط الإقليمي. هذه جماعة يعني لو سلمنا جدلا بأن لها الحق في استدعاء العسكريين إلى صفوفها، فإنه يحق لأي تنظيم يتهم أو في قوائم الإرهاب أن يجند. يعني هذه إشكالية كبيرة، لا يمكن لجماعة عنف مسلح أن تتقمص دور الدولة و تستخدم العسكريين للذهاب إلى الجبهات للقتال لصالحها. هذه الجماعة لا تتمتع بأي شعور بمسؤولية إنسانية أو أخلاقية أو سياسية. هؤلاء جوعى ويبحثون عن لقمة العيش لهم ولأسرهم، وهي تستغل حاجتهم من واضح. أجل الفكرة واضحة سيد محمد، لكن بالمقابل غسل يده سيد محمد الميليشيا وبالتالي تستخدم المرتبات من أجل الضغط عليه. بالمقابل الفكرة واضحة، لكن بالمقابل ما دام هؤلاء يتبعون الدولة، ماذا عن موقف الدولة والسلطات الشرعية تجاه هؤلاء العسكريين الذين تحولوا إلى عمال بالأجر اليومي وهم من ذوي الكفاءات كما شاهدنا في هذه الحلقة؟ للأسف الشديد، عفوا ربما الصوت يتقطع، في الحقيقة الحكومة الشرعية لا تقوم بواجبها كما يجب تجاه موظفي الدولة، سواء في السلك العسكري أو المدني هناك قصور واضح. الارتباك الذي يعاني منه التحالف العربي نقولها للمرة الألف في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية يلقي بظلاله على الكثير من الملفات، بما في ذلك ملف موظفي الدولة سواء في الجانب العسكري أو المدني، ويعيق الحكومة الشرعية عن أداء دورها كما يجب في تلبية احتياجات المجتمع بشكل عام، بما في ذلك موظفي الدولة. أيضا هناك نوع من الفساد والاتكالية في عمل الحكومة الشرعية، وهذا في الحقيقة مؤسف للغاية. يجب أن تكون على قدر المسؤولية وعلى قدر تضحيات المجتمع اليمني بصبره على هذه الحرب التي تدخل الآن للعام الخامس، والمجتمع يئن تحت وطأة هذه الحرب ونتائجها الكارثية. فيجب على الحكومة الشرعية أن تتحمل مسؤوليتها إزاء موظفي الدولة، خصوصا وأنها كانت صاحبة قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومع ذلك لم تستطع العودة إلى الحكومة المؤقتة عدن وممارسة مهامها كما يجب. وهذه في الحقيقة ذريعة تتذرع بها الميليشيا الحوثية حتى أمام المجتمع الدولي بأن الانعدام أو عدم قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة يعود أصلا إلى الحكومة الشرعية التي قررت نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة. نعم، مع أن الرواتب انقطعت قبل قرار نقل البنك بأشهر. عموما سيد محمد، على ذكر المجتمع الدولي، يعني تم الإعلان عن برامج مساعدات غذائية ومساعدات عاجلة للشعب اليمني، برنامج الاستجابة العاجلة. 80% من قدرات أو مقدرات هذه البرامج وهي بملايين الدولارات تذهب إلى مناطق سيطرة الميليشيا، بحكم أن الغالبية من السكان يتواجدون في تلك المناطق. لكن بماذا يمكن تفسير سكوت وصمت هذه المنظمات عن استغلال الميليشيا الحوثية لهذه المساعدات للضغط على الناس والاستدراجهم للقتال؟
يعني في الحقيقة جزء من تسييس عمل النشاط الإغاثي والإنساني في اليمن، وهذه المنظمات أو كثير من المنظمات التابعة خصوصا للأمم المتحدة لا تزال مكاتبها تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين أو في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين، وترفض الذهاب إلى العاصمة المؤقتة عدن. من ناحية لديها مبرر بأن الأمن غير متوفر في العاصمة المؤقتة عدن، وهذه هي في الحقيقة مبرر منطقي ومعقول، لكنه أيضا يوفر المنظمات فرصة للتعاون أو للتنسيق مع الميليشيا الحوثية لاستغلال النشاط الإغاثي والإنساني لدعم قدراتها العسكرية وتسخير المواد الإغاثية لمقاتليها، وبالتالي حرمان المحتاجين والمستحقين للمساعدات الإغاثية من الحصول على حقهم في هذه المساعدات. هناك إشكالية كبيرة أيضا حتى في أداء المنظمات الإغاثية والإنسانية وطبيعة عملها عندما تنفق معظم ميزانياتها للأمور التشغيلية كمرتبات ونفقات تشغيلية لصالح المنظمة وفرقها الميدانية، بينما لا يصل إلى المحتاجين سوى الفتاة في حال وصل شيء إلى المحتاجين بعدما تكون الميليشيا الحوثية قد نهبت أو قايضت حتى المنظمات الإغاثية الحصول على الجزء الأكبر من المساعدة مقابل السماح لها بتوزيع ما يتبقى من الفتاة للمحتاجين. هناك إشكالية حقيقية أستاذ عبد الله لنشاط المنظمات الإغاثية والإنسانية في اليمن، وهذا الكلام منذ 3 أو 4 سنوات يتم الحديث عنه ولا يوجد أي آلية واضحة لإعادة تقييم عمل المنظمات الإغاثية وإنهاء حالة المركزية في نشاط هذه المنظمات الإغاثية عندما يتم تركيز يعني مكاتبها أو نشاطها وفقا للأماكن التي يوجد فيها المكاتب الرئيسية، وهي كما أشرت تحت مناطق سيطرة أو تحت سيطرة مناطق الميليشيا الحوثية. نعم سيد محمد، الراتب حق أساسي من حقوق الموظفين، تعرض لكل هذا الانتهاك، تسبب بكل حالة الجوع والعوز التي نشاهدها اليوم بين غالبية اليمنيين، برأيك من سيتحمل المسؤولية القانونية أمام هذه الملايين الجائعة؟ كل أطراف النزاع تتحمل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والسياسية عن المجاعة التي تضرب مناطق واسعة من البلاد و تلحق الضرر خصوصا بالموظفي الدولة الذين حرموا من مرتباتهم طيلة هذه الفترة. المشكلة أيضا أن حرمان موظفي الدولة من حقوقهم في الحصول على الراتب أيضا أتاح للميليشيا الحوثية فرصة للتمكن من اقتياد المجتمع، وخصوصا للأسف الشديد في مؤسسات التعليم ومؤسسات الدولة المهمة مثل الجامعات وغيرها. تم الآن عندما يتم حرمان أساتذة الجامعات من الحصول على مرتباتهم فإنهم يتحولون تحت الضغط الحاجة إلى جزء من أدوات هذه الميليشيا للأسف الشديد، بالإكراه أحيانا وبالترغيب أحيانا وتحت وطأة في أحيان كثيرة ليكونوا جزء من حركة تغيير هوية المجتمع وثقافته وتمزيق النسيج الوطني. يتحمل أيضا الحكومة الشرعية جزء كبير من المسؤولية، التحالف العربي يتحمل جزء كبير من المسؤولية لأنه يعني لم يقف كما يجب مع الحكومة الشرعية منذ تحرير المناطق المحررة لتطبيع الحياة وتقديم الخدمات للمواطنين. كان البعض سيد محمد يعني جيدة الحكم الرشيد، كان البعض يعتقد أن انقطاع الرواتب والتسبب بحالة من العواز وسيسهم في إظهار فشل هذه الميليشيا على إدارة الدولة التي سيطرت عليها، يعني كان هناك من يعتقد أن ذلك سيتسبب في ضغط على الميليشيا بالقيام بانتفاضة من قبل الناس وأيضا قيام المجتمع بعمل ما ضد هذه الميليشيا. كيف انقلب السهر على الساحر؟ يعني هناك حالة احتقان واسعة في نعم في المناطق التي خاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية بسبب فعلا عدم قدرتها على إدارة أو تلبية احتياجات السكان في هذه المناطق، وعسكرت كل مظاهر الحياة وتسخير كل المقدرات التي تحصل عليها سواء مما أن
الميليشيات التي لا تزال مستمرة لمصلحة هذه الميليشيا على الأقل في تلبية احتياجات المواطنين، لكنها سخرتها كلها للمجهود الحربي والاستمرار الصراع. هناك فشل كبير فعلا في للحكومة الشرعية في خلق نماذج جيدة في المناطق المحررة، وهذا الفشل يتحمل جزء كبير منه أيضا التحالف العربي. لكن وبالتالي هذا الوضع مكن الميليشيا الحوثية من التحكم بمصير المناطق التي مناطق الكثافة السكانية التي لا تزال تحت سيطرتها ومحاولة التعبئة. كانوا سيد محمد يعتقدون أن هذه الكثافة السكانية ضد الشرعية وضد التحالف سيد العربي محمد. والاستمرار في عملية كان البعض يعتقد أن هذه الكثافة السكانية ستثور ضد الميليشيا الحوثية بسبب الأوضاع الاقتصادية. هذا هو القصد من سؤالي. إشكالية أن القمع الوحشي الذي تمارسه ميليشيا الحوثيين في مناطق سيطرتها أرعب الناس في تلك المناطق. هذه الميليشيا جعلت تلك المناطق عبارة عن سجون مفتوحة تمارس فيها أشكال أو صنوف التعذيب بحق الناس. شاهدنا حالات كثيرة للناس يعتقلون وللناشطين يعتقلون حتى الموت. هناك حالات تحاول ميليشيا الحوثية قبل أيام نشر مقاطع اعترافات لأحد الناشطين عن ما تسميه ثورة الجياع. نعم. ويعني تصوير على أن الخروج في مظاهرات سلمية هو جريمة، وبالتالي هذا القمع أرعب الناس. لكن أيضا والجانب الآخر هو فشل الحكومة في تحقيق سلطة واقعية وسيادة القانون في المناطق التي حررت، أيضا جعل الناس يعزفون عن الانتفاض أي فعل في يعني. وجه الميليشيا الحوثية حتى الآن على الأقل. إذا ما كان لديك من رسالة توجهها للميليشيا الحوثية، للحكومة الشرعية وللجيش الوطني أيضا بخصوص هؤلاء العسكريين. في الحقيقة أما ميليشيا الحوثيين فليس أمامها خيار إلا أن تعود هذه الميليشيا لتنهي هذا الوجود غير الشرعي لها وتنخرط كمواطنين صالحين وأن تمتثل لحكم القانون في اليمن، وبالتالي سيكون العدالة يعني خير لها من المضي قدما في عملية الانتحار يعني والقتال وممارسة الانتهاكات المروعة بحق المجتمع. أما بالنسبة للحكومة الشرعية والجيش الوطني أعتقد أن يتوجب أن يكون هناك برامج لاستيعاب كافة العسكريين ودمجهم في الجيش الوطني وإعادة تقييم أيضا أداء الجيش الوطني بشكل عام وإنهاء حالات الاختلالات الموجودة في هياكل الجيش الوطني وفي عمليات توزيع الرواتب والاهتمام باستيعاب كافة العسكريين الذين حرموا من مرتباتهم طيلة الفترة الماضية. على الحكومة الشرعية في الحقيقة أن تضاعف جهودها في بسط سيطرتها في المناطق التي حررت من قبضة الانقلابيين وأن تعود لممارسة نشاطها وتركز بدرجة أساسية على إعادة بناء المؤسستي الجيش والأمن وتلبية احتياجات المواطنين وتطبيع الحياة بشكل عام. الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة دوما من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. العقيد النازح بشير المقطري، تم الرصد، في أمان الله. Thank you.